بدي احييكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقه جديده من اناليسز. نصت الماده 49 من الدستور اللبناني بعد تعديل نصها على انه رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ورمز لوحده الوطن. وللاسف في الحقب الانيه وطننا ما زال دون رئيس، مما يهدد وحده لبنان. وبهدف المحاوله لتحليل هذا الوضع الراهن وأسبابه وأثره على المجتمع اللبناني، بشرفني استضيف رئيس حزب التيار الأخضر الأستاذ سعيد علامة. أهلا وسهلا أستاذ سعيد، شرفتنا بوجودك. أهلا فيك وشكرا لك على الاستضافة. أهلا، بدي أذكر هون أن حضرتك رئيس لجنة صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت. نعم. وأيضا رئيس حزب التيار الأخضر. نعم. وبما أنك رئيس حزب بيئي، شو الرابط بين البيئة والسياسة؟ يعني أنا بحب أضيف كمان أنه رئيس جمعيات إنسانية وفي صفات كتير، وإنما نحصر البحث بهالموضوع هذا كون أنه البيئة هي أساس السياسي. الأحزاب البيئية عادة بالعالم كله، وهذا حزب التيار الأخضر أنشئ بال 2006 بلبنان، هذا تعاطى السياسي من الزاوية البيئية. ونحن لو مزبوط البيئة محترمة بالبلد ما كنا شفنا النفايات باللي وصلنا له اليوم. بس نحن حتى نحصر موضوعنا برئاسة الجمهورية اللي هي موضوع الساعة هلا، مش موضوع الساعة، موضوع الأزمة الراهنة اللي مرقت هلا أشهر عليها، لبل أكثر من سنة و19 شهر تقريبا. هذه الأزمة اللي هي منا مستعصية، وإنما عم نشوفها نحن إلى أبعاد محلية وخارجية. يعني موضوع رئاسة الجمهورية اللي توافقوا اللبنانيين على انه في اربع مرشحين تسموا ببكركي والتقوا ببكركي واتفقوا انه اللي بيجيب اللي بيكون اوفر حظا بيعمل رئيس جمهورية. بعد فيما بعد رجع ترشح مرشح اخر هنري الحلو، هنري حلو، وصار في عدة مرشحين. طبعا بالنسبة لتعدد هالمرشحين، نعم، وتعدد القيادات الداعمة، كيف يمكن وصف هذه الحالة من الفراغ الرئاسي؟ أول شيء تعدد المرشحين هي حالة صحية ما في شك، وطبعا بس هو الذي هو ليس صحيا هو الفراغ الدستوري. يعني ما في جسم بدون راس. نعم. يعني عادة الإنسان إذا بتحطيه بدون راس بيموت. فنحن الخشية بهالموضوع هذا انه نحن عم نستمر بهي بجسم بدون راس، فالبلد بدون راس لا يمكن ان يستمر بالشكل الحالي، وهذا يتعارض مع مؤسسات الدولة. يعني مؤسسات الدولة هي هرمية من رئيس الجمهورية ونازل، فنحن عم نشوفها بدون راس، معناتها انه في نقص بالهيكلية الدستورية. هذا المأزق اللي نحن فيه. هلا ليش مش عم بيلتقى حل؟ للأسف بنقول انه اللاعبين بالداخل هن مش ماسكين الوراء كلها سوا، عم يجربوا يحاولوا يخلقوا شيء ويقولوا نحن بدنا صناعه لبنانيه، وانما الخارج طاغي على الوضع الداخلي. وطبعا اذا بتحبي نخوض فيها بالنسبه للوضع الاقليمي انعكاسه على لبنان فينا نحكي فيها. انا عندي سؤال هنا، هل اسباب التاخر في انتخاب رئيس هي فقط اسباب داخليه ام ايضا اقليميه وخارجيه؟ يعني نحن بدنا نقول انه في نسب، في نسبة أقل داخليا والنسبة الأكبر خارجيا. نحن بمنطقة تغلي الحروب فيها من الربيع العربي إلى التغيير الأنظمي كلها سوا، وفي بطليعة الأمور في الفتن الشيعية السنية اللي بتتجسد بدولتين هن موجودين اللي هي طهران والرياض، ماسكين امور بالنسبه للمنطقه عم يجربوا هالفتنه تتفاعل من خلال داعش وغير داعش واللي عم نشوفه عم نشهده على الساحات الميدانيه. فالحروب اللي عم تجرى هيدي عم بتحول دون انه يلاقوا حل بالداخل اللبناني. هالتجاذب هيدا عم بيعمل انقسام داخلي، مشان هيك داخليا مش عم نقدر نمسك الاوراق مضبوط نحن، بانتظار انه يصير في حلول خارجيه. والحلول الخارجية هي لن تحصل إذا ما صار توافق سعودي إيراني بمباركة أمريكية وروسية، وهذا اللي نحن منتظرينه. طيب كيف فينا نحلل البيان الوزاري اللي صدر مؤخرا؟ نعم. وعلاقتنا مع المملكة العربية السعودية؟ مؤخرا حصل يعني خطوة من قبل المملكة العربية السعودية اللي كانت واعدة لبنان بهبة
هي 3 مليار دولار، وهال 3 مليار دولار هي يعني وعدت انه ينشر فيهم سلاح للجيش اللبناني، وانما باللي صار على واقع الارض انه بالمؤتمرات العربيه اللي حصلت وصار في مواقف ضد السعوديه، فهي عملت رده فعل سلبيه واخذت قرار بتجميد هذه الهبه. الهبه هذه طبعا رئيس الحكومه تمام سلام والوزراء والقوى السياسيه ارتقوا انه يلاقوا مخرج بالموضوع، فعملوا يعني كانت في خطوره فيها انه استقال وزير العدل بفتره معينه، وكان متوقع انه تطير الحكومه ويستقيل رئيس الحكومه حتى كمان، فاستدركوها. وبالرغم من انه الحكومه يعني هي شبيهه بتصريف الاعمال، لانه اذا استقالت حتكون تصريف اعمال، لانه مش عم نشوف شيء عمل للناس يعني الاعمال الاجتماعيه والانسانيه وكذا مش عم تتحقق من خلال الحكومه، وانما وجود الحكومه بغياب رئيس جمهوريه ضروره. يعني هالوعود هي فقط وعود وليست اعمال هي 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 الهبه الحقيقه اللي وعدنا فيها نحن من 3 سنين تقريبا وما تحققت، وانما صار في وعود فيها، ويقال انه فرنسا هي جزء من الهبه لانه المصاري توظفت بفرنسا لانتاج اسلحه وارسالها للجيش اللبناني، وهذا لم يحصل في حينه. فمؤخرا اتخذ قرار انه بتوقيف الهبه. استدرك رئيس الحكومه تمام سلام مع الحكومه ببيان جمعوا وحدوا فيه الرؤية، وطرحوا انه اول شيء اعتذروا من المملكة السعودية على اي موقف صدر ضدهم، وبالتالي شك يعني قرروا يشكلوا وفد لحتى يجول على دول الخليج كمان وما يتأثروا اللبنانية في الخارج على قرارات الخليج والسعودية. فهذه طبعا بعد عم يشغل عليها. طيب اذا بدنا نتطرق لموضوع الغاء العقوبات على طهران. نعم. والاتفاق النووي الذي كمان الذي ايضا حصل منذ فتره، هل له تاثير على فراغ سده الرئاسه؟ بطبيعه الحال نحن في حلقات مترابطه بالازمه بالمنطقه، يعني نحن بالمنطقه اذا بتلاحظي في عندنا الازمه السوريه، الازمه اليمنيه ولبنان. الأزمة السورية والأزمة اليمنية مرتبطين مباشرة بإيران وبالسعودية. لبنان لن يفرج عنه إلا إذا انحلت هالعقدتين، يعني هالحالتين هو إذا صار في حل لهالاثنين، وهيدا ما بيحصل إلا بحوار مباشر إيراني سعودي. وهذه الخطوات يمكن آتية لأنه بحاجة لبعض الدولتين، يعني مش ممكن أنه تستمر الحالة على ما هي عليه اليوم، لأنه حتى حتعطي نتائج سلبية أكثر. وخلفية هالصراع هو اللي انعكس على لبنان وعلى الحروب المنطقة كلها هي حروب اقتصادية بالنتيجة، يعني موضوع الغاز والنفط، وطبعا انتم ادرى بالموضوع انه نحن بالمنطقة في خزانات غاز ونفط والعيون شاخص عليهم. لبنان نحن شلينا بعدنا لليوم ما انتجنا شيء بهالموضوع هذا. رح نتطرق بسياق الحلقة لهالموضوع، بس قبل عندي سؤال، حكينا عن الدور الإقليمي. نعم. ولكن هل هناك دور يقع على لبنان بهذا الموضوع، وعلى من تقع المسؤولية؟ لبنان أصبح ساحة، يعني نحن دوليا وإقليميا في قرار ضمني أنه الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان والاستقرار الأمني وإلى حد معين، يعني نحن ما بنقول أنه ما حيصير مشاكل، ما حنقول أنه حنفلس بالبلد مثل ما صار باليونان، وإنما ممنوع يسقط لبنان نقديا وأمنيا. هلا بدل في تفجيرات اغتيالات في شغلات من النوع ممكن تحصل، ممكن هيدي الموضوع النقدي هلا اللي حكيت فيه السعوديه مؤخرا كمان يكون له شويه انعكاسات، وانما ممنوع في استحاله انه لبنان ينهار، لانه دور لبنان اللي عم تسالي عنه هو ساحه لحتى يلاقوا المخارج من خلال لبنان، يعني سوريا والعه، الدول المجاوره كلها بازمات، ما في عندهم مخرج الا يدلوا لبنان تلاقوا المخارج فيه. مؤخرا نحن شفنا انه اخراج المسلحين والمفاوضات اللي صارت حصل عبر لبنان، فانه لو لبنان غير مستقر ولبنان مش هالساحه المنفتحه حتى اوروبا وامريكا وروسيا يتوافقوا يطلعوا المسلحين ويعملوا حلول من لبنان، ما في دوله غيرها بقى لبنان، يعني لبنان هو البلد الوحيد اللي بيقدروا يستعملوا، يعني هو صله الوصل ودائما هو صله الوصل، يعني بما بوجوده هو بيعتبروا انه المخرج بيجي من خلال لبنان. طيب هل هناك خوف من ان يتحول لبنان الى ساحه لتصفيه الحسابات بين الدول
هي لما نقول ساحة يعني ساحة مثل الرينج، يعني كلهم بيخبطوا بعضهم هون، بنلاقي نحن بلبنان كل مخابرات الدول العالم موجودة عندنا، وبنفس الوقت ملجومين كله سوا. يعني مؤخرا التشيكيين مثلا، حاعطيك المثل، التشيكيين هذه مش سر بقى بينكشف، لانه لما افرج عنهم نحن كل الشعب اللبناني افتكر انه التشيكيين هن لوحدهم هو. كان في ضابط مخابراتي فرنسي معهم، وهيدي فرنسا لعبت دور كبير مع الاجهزه الامنيه بلبنان لاخراجهم التشيكيين. وبعدين انكشفت القصة انه كان في ضابط مخابرات كان عم بيروح وبيفتش على الارهاب وكيف عم يتسللوا على اوروبا وغير اوروبا، فكان من ضمن المجموعة المخطوفة، وهيدي ما حكى فيها اساسا. بس هذه كشفت شغلة مثل ما عم نحكي انه الساحة اللبنانية مليئة بالاستخبارات، تصفية الحسابات، تصفية الحسابات، صحيح. لنرجع للموضوع الاقتصادي اللي هو كثير مهم لكل دولة. نعم. وبمجرد ما ينضرب الاقتصاد او يتراجع، حكما الدولة هي مهددة بالانهيار إلى حد ما. صح. هل الوضع الأمني والحالة الأمنية اللي عم نعيشها هي خلفيتها اقتصادية؟ ما في شك أنه كل حروب المنطقة مش بس لبنان هو خلفيتها اقتصادية، والسبب أنه في صراع حول استخراج الغاز والنفط. يعني روسيا مش محبة بسوريا إجت عم تدافع عن النظام بسوريا، محبة باقتصادها وبإنعاش اقتصادها والوضع اليد على الغاز اللي هي على الساحل السوري مليانة آبار نفط وفي كميات هائلة. فإذا كانت وجدت روسيا هناك فهي بتستفيد من وضع الغاز والنفط حتى ترسل هالغاز والنفط إلى أوروبا من خلال وجودها بسوريا، تستفيد اقتصاديا كمان. نعم. تركيا بالتنسيق مع أمريكا اللي طبعا هلا شيء تاني بنحكيها، سايس بيكو تاني مرحلة تانية، اللي تركيا من خلال اوزباكستان اللي هن الامريكان استعملوها تاخذوا النفط والغاز ويجيبوه بهالاتجاه. ايران كذلك الامر لها خطوط كمان حتى تيجي تفوت. يعني في صراع كله خفي هو، وانما الخلفيه كلها اقتصاديه هي غاز ونفط. هذه المنطقه بتغلي بهالتصور هذا. وبما انه عم نحكي عن موضوع الغاز والنفط، الدول الاقليميه المجاوره طبعا بدات استخراج النفط. ولكن لبنان لم يقم بعد بهذه المهمه 100%. وهيدا نحن، وهيدا السبب نحن اللي بنتاسف له بلبنان، انه نحن بازمه معيشيه، بازمه اقتصاديه، دائما خوفانين على نفسنا، والغاز موجود بالبحر، وعملنا قوانين وعملنا اجهزه وعم ندفع معاشات لموظفين نحن، مش عم نستخرج الغاز ولا النفط، بينما اسرائيل من جهه، قبرص من جهه ثانيه عم بيستخرجوا النفط عم بيستفيدوا منه بالغاز. يعني نحن بعدنا لليوم يمكن يسرقوا لنا النفط من تحت الارض. يعني في حاله السرقه، من هي الجهه الموكله اليها الرقابه، عمليات الرقابه؟ الحالات اللي بيصير فيها سرقات وطبعا بتتثبت هذه بواسطه الخبره الفنيه، طبعا هذه المرجع فيها هو المحاكم الدوليه والامم المتحده بطليعه الامور، لانه الأمم المتحدة فيها طبعا منظمات عالمية، وفي منهم طبعا خاضعين لمحاكم دولية معينة. هلا الأمور هذه اختصاص الأمم المتحدة، بتصير الشكوى بتصير للأمم المتحدة، هي بتحيلها للجهات المختصة طيب حكينا عن المحاكم الدولية، ولكن محليا بالقوانين اللبنانية، هل هناك قوانين تختص بهذا الموضوع؟ وضع قوانين وفي تشريعات، ولكن آلية التطبيق بعدها لم تحصل، لأنه مثل ما شايفين نحن بالبلد مجلس النواب يعني متوقف عن التشريع، يعني مش عم بيلتئم إلا بالضرورة القصوى وبحالات معينة بمواضيع محددة، بينما هذا موضوع ملح جدا، وهذا المفروض يكون في آلية لتطبيق استخراج النفط والغاز، وهذا مش عم بيحصل للأسف. يعني إذا في حال بدنا نشرع قوانين جديدة بتخص هذا الموضوع، المجلس النيابي الحالي بيقدر يشرع؟ طبعا لأنه نحن هذا اختصاص محلي، يعني نحن عم نستخرج من المياه الإقليمية اللي نحن تابعة على لبنان، فإذا هيدي ضمن النطاق الحدود اللبنانية الإقليمية، هيدي اختصاص تشريع المجلس النواب، وهيدي طبعا في هيئة انوجدت وهيدي عم توضع قوانين، بس بدها تقر بمجلس النواب حتى تصير صالحه للتنفيذ، وهيدي مش عم تحصل بعد. حتى لو كان ممدد له بمجرد انه بيقدر طبعا، لانه هيدي الخطوه اللي بيقولوا انه تشريع الضروره، وطلعوا لنا بدع يعني. تشريع الضروره مجلس النواب مدد لنفسه، طبعا شيء مخالف للقانون، لانه انا كمحامي مثلا ما في جدد وكاله لنفسي، انا اذا بتعطيني وكاله ما في يقول انا جددت لنفسي، بدك ترجع تجددي لي الوكاله. الشعب لم يجدد للمجلس النيابي، وانما حاله الضروره بهالحاله هي جعلت انه المجلس النيابي موجود
فلازم يضل يستمر بعمله، والا ساعتها بتنهار بالنهار كلنا سوا، يعني ما فينا نجمد البلد. دكتورة الامور ما بعد نعرف شو عم طبعا، يعني اهون الشرور هي انه يستمر المجلس بعطاءاته هلا بدون تردد. نعم، ولكن هل الحلول مرتبطة بالخارج نظرا للأزمة بالسعودية؟ الأزمة السعودية طبعا لها انعكاس على لبنان ما في شك، لأنه إذا كان السعودية أخذت موقف سلبي من لبنان، يعني من ناحية عدم إمداده بالمال اللازم اللي وعدت فيه، يمكن ما يتأثر لبنان كثير، لأنه نحن مش بس موقف على السعودية، نحن اقتصادنا مش بس مرهون بدولة معينة، يعني إيران إذا وقفت لوحدها ما بتأثر علينا إذا السعودية، لأنه عايشين نحن بدون دعم أساسا، بس الدعم هو بفيدنا لإنعاش الاقتصاد اللبناني. طبعا هذا الانعكاس اللي نحن مطلوب انه يصير، انه ننعش اقتصادنا نحن بتغذيه موارد الخزينه حتى نقدر تضلت مستمره الدوله، لانه المؤسسات بالدوله اذا ما في تمويل لها، وسمعنا نحن مؤخرا وزير المال قال المعاشات مش قادر امنهم انا، ليش؟ لانه فضيت الصناديق، بدنا نلاقي نحن شيء نغذي الصناديق بالبلد، فهذه نحن بحاجه، ولبنان ما عنده انتاج، يعني عايش على السياحه وعايش على الهبات، يعني هول الموارد للبنان، وهلا نحن بوضع الحرب والمأساة اللي عايشينها مش عم يجي السواح لعنا، فبحاجة للهبات والمساعدات نحن، هذه طبعا شغلة مطلوبة، مشان هيك أنا بقول إنه في انعكاس طبعا من الخارج على لبنان اقتصاديا، إذا كان وقفوا بوش لبنان وما بدهم يساعدوا بينعكس سلبا على لبنان هالأمر هذا. ولكن إذا اتكلنا على الهبات الأجنبية، نعم، من شو ما كانت مصدرها، هل راح تكون الدولة اللبنانية مرتهنة لها الدول صاحبة ما نحن هون كمان الخطورة، يعني هذه السكين ذو حدين اللي بيقول المثل، يعني أنا قبلت هبة من السعودية صرت أنا خاضع لمشيئة السعودية أو بدي سير السعودية، إذا كان لإيران نفس الموضوع بدي كمان سير الخط الإيراني وبدي أقول إنه هو ساعدني عمل لي مولدات كهرباء افترضنا مثلا، نعم. يعني الارتهام بيصير طبعا سهل بالنسبة لهالجهات، ونحن بلبنان للاسف يعني انقسام الافقي اللي موجود بالبلد ما بين 14 و8 اللي انا لا اؤمن فيهم كثير، يعني هول بشوفهم انا محله تلقائيا، بس هول مرتبطين بجهات معينه، يعني لما جهه بتشد باتجاه ثاني بتشد باتجاه اخر، هالتجاذب عم يشل البلد، وهيدا عم ينعكس على رئاسه الجمهوريه، حتى نرجع لرئاسه الجمهوريه، لا. حتى هيدا كمان عم ينعكس على رئاسه الجمهوريه وعلى الوضع السياسي العام بالبلد، فكيف بالحري على الوضع الاقتصادي، هيدا بيبطل يعطينا وهذا بيبطل يعطينا، نحن ساعتها بصير بمأزق مالي بالبلد، واقعين بمأزق ومش عارفين لوين الحل. هي طالما الحلول بالمنطقة ما في حلول، يعني مش عم نقدر ان نحن نتمكن دولتنا تنبنى بشكل صحيح ومؤسساتي، نحن بعدنا بنقول نحن دولة القانون والمؤسسات، وانما دولة القانون والمؤسسات بدها دعم كمان، يعني الدولة بدون مال ما فيك تبني دولة، يعني عندك مصاريف، في الجيش بده يقبض مصاري، في القوى الامنيه بدها تقبض، المؤسسات الدوله الموظفين كلهم، يعني هذا بحاجه، والجبايه نحن عندنا مش عم تحصل كما يجب بالبلد، يعني في مناطق بتدفع كهرباء مناطق ما بتدفع كهرباء، يعني مش عم يحصل الجبايه مضبوطه، بحاجه لدعم المالي، ودائما عم نشوف نحن باريز واحد وباريز اثنين باريز ثلاثه، يعني اللي مرقوا كلهم هذا التمويل للبنان، الدول العربيه تجتمع تقول بدنا نعطي لبنان، بحاجه لانه دول نفطيه وعندهم فائض من المال، فاذا كانت تكرموا علينا بشوي مش معناتها انه اخر الدنيا بالنسبه لهم، بس نحن بالنسبه لنا بنستمر، يعني يستمر البلد. طيب برايك لنرجع لموضوع رئيس الجمهوريه، اذا صار في تعديل للدستور، نعم، هل هو انتهاك، هل هو حل ام هو انتهاك للميثاقيه؟ بس هو يعني تعديل الدستور، اول شيء الدستور هو اعلى قانون في الدوله، يعني هذا مش مسموح دائما نحن نعرضه للانتكاسي، يعني حصلت بالسابق ايام الرئيس ميشيل سليمان انه انتخب بدون تعديل دستوري، وهذه كانت ثغره، هذه بحق السياسيين انه تم الانتخاب بدون تعديل الدستور، مع انه كان موظف هو، كان المفروض يتعدل الدستور حتى يصير يتم الانتخاب، تجاوزوها وعملوها، فهلا اذا بده يعدلوا الدستور يمكن افضل انه يصير في تعديل لوضع معين اذا كان بحاجه للتعديل، على التعديل باي معنى، انا عم بقصد التعديل انه رئاسه الجمهوريه فارغه من مضمونها هلا، يعني اذا بده يصير تعديل تيعطوا صلاحيات لرئيس الجمهوريه، لانه رئيس الجمهوريه مين ما اجى هلا صلاحياته كثير قليله، التعديل اذا حصل لهالاتجاه وتوافقوا فيه اللبنانيين منا بالعكس هذا مكسب مش خطا ابدا لهالجهه،
فمطلوب انه نحن نستحدث قوانيننا بس ما نلعب بالدستور، لانه الدستور مش مسموح اللعب فيه ابدا، مش كل يوم واحد على مزاجه بيلعب بالدستور، هذا منه قانون عادي، قانون الاجراءات فينا نلعب فيه، قانون العقوبات فينا نلعب فيه، بس قانون الاساسي بالبلد هذا شيء مقدس. ولكن اذا في حال تم هذا التعديل نعم وطالبت الاقطاب السياسيه انه لا ما عليه، لانه الضروره بتطلب انه نعدي انه نقوم بعمليه التعديل، نعم هل هناك خطر انه يصير في انتهاك لقدسية هذا الدستور؟ لا مش ما بصير انتهاك، لانه صارت بالتاريخ اول شيء تعديلات لتمديد لرئاسه الجمهوريه، يعني ايام الرئيس لحود، ايام الرئيس الهراوي صار في تعديلات لحتى يتمدد لرئيس الجمهوريه 3 سنين، نص ولايه. نعم. فبهالحاله هيدي ما كان في انتهاك الدستور، بالعكس كانت عمليه دستوريه محضه، وانما اللي صار انه عملوها لمره واحده وتكررت اكثر من مره، هون الخطوره انه ما تبقى مره تضل مستمره، هون بصير الخطوره. بصير مش تعرف ما بدنا، هي بنكون بمره بنصير ب10 مرات، بس هون بصير بيرخصوا لها الدستور ساعات. ما بعد عنده قيمه. ما بعد له قيمه، وهيدي الخطوره فيها، هيدي الخطوره فيها. نظرا لضيق الوقت في سؤال يعني ما بقدر اختم الحلقه قبل ما اتطرق له. المرشحين كتار لرئاسه الجمهوريه وكلهم من الرجال، ليش بما انه مش عم نقدر نتوافق على رجل هو يملأ سده الرئاسه، ليش ما بنتوافق على سيده تجي هي تملأ سده الرئاسه وتقوم بهيدي المهمة؟ أنا بأيدك 100% إنه تيجي سيدة أحسن من كل الرجال الموجودين. لا يعني مش عم بتحامل عليهم أنا، بس فعل، بس هو تنرجع للواقع بركي كانت هذا الحال. بس ما في سيدة مرشحة، يعني نحن ما في عندنا تمييز بالموضوع، بالعكس يعني سيدة كلينتون مثلا بأمريكا هلا حاليا هي كاسحة الموقف، يمكن تجي رئيس الجمهورية، يعني ما في مشكلة تجي سيدة رئيس الجمهورية، وفي دول ثانية فيها رئيس جمهورية سيدات. فبلبنان نحن مثل للاسف حاليا ما في عندنا سيده مرشحه، في رجال مرشحين، وهالرجال مقسومين بين قوى 14 و8 وخبيصه ماشي. بدنا نحن بانتظار الحل الخارجي، بكل اسف بنقولها انه نحن بلبنان اصبحنا مرهونين للخارج برئاسه الجمهوريه، للأسف. حتى لو بدها تجي سيدي بده يكون الاشاره خارجيه للخارج. بنتمنى انه تتغير هذا الامور ان شاء الله تجي سيدي وتكون قد الحبل، وبتصير مقر رئاسه الجمهوريه من الانتاج الداخلي طبعا. وانا والسيدات حقيقه بيعطوا اكثر من الرجال، حازمين يعني حقيقه بيمرقوا بمواقع بتحسي المراه بتعطي من قلبها، بتعطي كثير اكثر من الرجل بعض الاحيان، اكيد في رجال بيعطوا. أنا بدي أشكرك أستاذ سعيد على هالحلقة الشيقة. الله يخليك، أنا بتشكرك كثير، وفعلا يعني ضوينا على شغلات مهمة على الصعيد الوطني لبل أساسية يعني ومعيشية كمان فيها. وأنا اللي بتمناه إنه كمان إلى جانب رئاسة الجمهورية يتضوى على موضوع البيئي، يعني طالما اختصاصنا البيئة، لأنه البلد عم بينهار بيئيا، يعني بالسياسة صحيح عم نشوف انهيارات، وإنما يواكب هذه الانهيارات انهيارات بيئية. فبتمنى انا يتضوا على الموضوع، وانا بوعد المشاهدين بحلقه خاصه عن البيئه. نعم. بالختام، جسم بدون راس هو حكما في عداد الموتى، وكي لا يكون لبنان مهدد بالانهيار نتمنى لبل نطلب من كافه الاقطاب السياسيه الاسراع في ايجاد حل لهذه الازمه.